فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين طلب الدعاء من الميت وطلب الشفاعة منه؟ لأني سمعت بعضهم يقول طلب الدعاء بدعة، وأما طلب الشفاعة فهو شرك، هل هذا التفريق صحيح؟ الدعاء هو الشفاعة. الشفاعة إيش معناها؟ معناها أنه يدعو لك ويستجيب الله دعاءه، هذه الشفاعة. الشفاعة هي الدعاء للغير. نعم، فلا فرق بينهم. نعم.